السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 24 مايو 2021، إن شاء الله حفل زفاف العريس إن شاء الله غدا، ويتم تجهيز مكان الذي سيتم عمل مسرح الحفل فيه، البقلية 24 مايو 2021. نحن نوثق عمل أو تجهيز قاعة للحفلات كما يقال، أو عمل مسرح لزفاف العريس والعروس أو حفل الزفاف. الله أكبر الله أكبر. عودي بقى بنت كلمة. أنا أصعب العادة. الله يقويكم يا شباب. حبيبي. الله يقويكم. هذه يدي يحبها الله ورسوله. ده الرئيس محمد. ده على دماغنا. يعني أنتوا إن شاء الله في كم قطعة قماش يا باشمهندس؟ كم قطعة قماش أنتوا جايبينها؟ المخزن كله ولا هنا؟ لا اللي هنا. الفرع اللي هنا؟ بسم الله ما شاء الله. لا ما هو انتوا عاملين حاجة ما حصلتش. بسم الله ما شاء الله، ربنا يتم بخير. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. لا اله الا الله سيدنا محمد. لا بسم الله ما شاء الله، رجاله ايديها ذهب. بسم الله ما شاء الله. هو انت سيادتك بعد ما بتخلص ما بتطلعش تامن على التربيط ده تاني؟ لا 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 لا، هو كده خلصت. كله من على الارض. كله لا، جميل جميل، كله من على الارض. خش يا يلا بنوصل. الوصل بقى دي، الوصل اللي بيطلع فوق بقى دي العالي بقى اهو، ده بنطلع نربط فيه فوق. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يبقى 100 قطعة قماش كما نقول، أو 100 قطعة قماش الخيامية.
اظن انتوا بتعملوا اللي عليكم والباقي على ربنا، الستر بتاع ربنا اللي بيظبط الامور دي كلها ربنا سبحانه وتعالى. كله على ربنا يا سبحان الله، كله تحت السيطره باذن الله باذن الله. والله الانسان من غير اذن الله وتوفيقه ولا حاجه. فعلا والله فعلا والله، الخشبه خمسه يا دول كلها بعون الله. والله الخشبه خمسه الوسط. حبيبي يلا يا بابا، يلا يا استاذ دكتور. نواف محمد متاكد على ده، دي الرئيس بتاع بلادنا. عارف بسم الله ما شاء الله. لا بس جميل الله. ما هو ما انا بقول اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. على فكره اللي ما يعرفش، انتوا فعلا كل الشغل بتنصبوا على الارض وترفعوا. عاشوا الرجال. يا عم دوق انت، حد التفتيش اللي هنا. الله اكبر، انت عندك كل حاجه بالمقاس بالسنتي. ايوه ايوه، يعني انت خدت مقاس. ايوه ايوه، عشان تعمل يعني عفوا دي مساحه احتياطي. ايوه، او مساحه لل، لا مش احتياطي، هو العرق 6 متر. اه القماش بيبقى 5 متر ونص. القماش 5 متر ونص. تمام آه. تمام، احنا بناكل ايه ال 50 سنتي من الخشب. تمام. لا ده انا بحسب انت دي تامين للربط. لا يعني عشان القماش مع التامين للربط. آه انت برضو عامل حساب. أيوة القماش. ايوه عشان القماش برضه اللي بيطلع. آه. بسم الله والله. ايوه صور اللي بجد الواحد. صورة حلوة. ده كله تأمين، الوتر ده تأمين. ايوه ده عشان نربط فيه. بيأمن الشغل. أيوة كله ان شاء الله. خش يلا. طلعت فوق الجبل لقيت الجبل بيدوس بيه، قلت له مالك يا جبل؟ قال العروس عايزه زمان. مش كده بيه؟ قلت له استاذ مدحت. اي سن مصر؟ دي مدير شركه المحشجيه. قلت له مالك يا جبل؟ والله انتوا كلكم شباب فيكم الف خير. حبيبي يا عم الحاج، حبيبي والله. دلوقتي ده شغل بيجي يعني عفوا شغل، هذه يد يحب الله ورسوله. أيوة ولا أيوة. تقعد على كافيه تضيع وقت. اه اما اكون قاعد من الشغل اقعد. ماشي. لكن مصلحتك المصلحه فوق الكل. المصلحه فوق الكل طبعا. خش خشبه طار يابا. طلع برضك السوقيه. تعال اعمل بقى عن إعداد المسرح.
إن شاء الله الحفل الزفاف. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة.